معلم؟ وينك يا معلم؟ دو وينو هذا يا معلم؟ اهلا اهلا بعمي ابو عزيز. اهلا فيك، ظبطت السياره؟ ولو يا عم، شو عم تصلحها؟ وين ما كان عم تصلحها بالشركه. طارق حكي ليك حبيبي، انا من الصبح قررت ما سب، قررت احفظ لساني بتمي. الله خليك جاوب على قد السؤال. قديش كلفت هذه؟ هيدي عمي الفاتوره معي، نحن البرغي بنسجله على الفاتوره. ولك سد بوزك بعمل لك بلاش الكرفت. قديش كلفت؟ خلصنا ماشي $750. 750؟ لا 750، عشو 750 يا حبيبي؟ ابو عزيز احترم حالك، احترم سنك. بدي بسنك، فرشيلك سليلك كله نال وجبة كلها ب 750 عشو يا حبيبي؟ طلع فيها، بتاخذها ب 500 بأرضها. عم ابو عزيز عندك $50 أول شيء فحص أولي. فحص أولي $50؟ شو أغلى من فحص الدم؟ فحص الأولي $50 عشو يا حبيبي؟ شو عم تفحص لي أنت ب عم شرفك، احترم حالك، احنا بالشركة هون. يلا حبيبي، البقوي عشو بدنا ندفعهم؟ في عندك $100 تغيير زيت. تغيير زيت $100؟ امبارح سهران مع أربعة فضولي زيت هيك، ما دفعت $40. عم ايش عم تحكي؟ يلا يا حبيبي خلصنا. في عندك $200 صيانة كهرباء للسيارة. $200 صيانة كهرباء؟ ايه. شو عم تعمل انت صيانة كهرباء الزوق انت؟ في عندك البيضات وقضيب الميزانية كلفوا $300. $300 شو لك؟ $300 ايش عم تغير لي انت؟ عم تركب لي جديد انت؟ شو 300؟ شو 300؟ لا حبيبي شمال ببيعك اياه ب 100 وبعطيك اليمين ببلاش. عم ابو عزيز بطلب لك الامن. ها كمي. في عندك $100 غسيل موتور. غسيل موتور ب $100؟ شو بدك انت تغسل لي اياه بشو؟ بدموع العذاره لادفع $100؟ لا عم ابو عزيز، نحن هذا بنغسل موتور من فوق لتحت. ايه انا رح غسلك من فوق لتحت ببلاش. بلاش؟ ما في بلاش. انا بقول لك في بلاش. وين؟ انا بقول لك وين؟ بفتح سحابتي بدي تبرشك من فوق لتحت ببلاش. لا خلاص يا شباب، بحلك يا شباب، بحلك يا بحلك يا الا حبيبي فسر لي بس. طب انا لشو عم بدفع بوليس التامين؟ عشو عم كل سنه بدك مصاري لاجي فاتوره يا عمي؟ بوليس التامين هيدي اذا انت مثلا لا سمح الله فت بحيط خبصت لك شي زلمه، ساعتها الشركه بتصلح لك ببلاش. شو عم تحكي؟ ايه ببلاش ببلاش؟ ايه. نحلي. شو اللي نحلي؟ الفاتورة. كيف نحلي؟ ايه وقفني بلا وقفني. ها؟ ايه بالنص على الأدوات بالنص. ها؟ ايه. عم ابو عزيز شو عم تعمل؟ ابو عزيز بدي لحسك شواربة طلع فرجيك قبل الظهر وتعشينا عشية. ابو عزيز بدك تدفع. ليك حبيبي انت سامع بالبلاطة؟ ايه. ايه بدي بالبلاطة. شو عم يحكي؟ ابو عزيز ابو عزيز اخ رحت رحت. الا ترجع هلا اعطيني الفاتوره.